تعالوا بقى نعمل وصفه حلوه للولاد، حاجات كده سويتس بس بيتي. تعالوا نبدا الاول بجوز الهند عشان ولادنا حبايبنا اللي قالوا ايه بيحبوا ساعات جوز الهند او الشوكولاتات اللي متغلفه وجواها جوز هند. تمام، نزل وصفه حلوه كرات جوز الهند وهي كبديل لشوكولاته مشهوره قوي في السوق. خلاص خليكي معايا ندى عشان انتي بتحبي الشوكولاته دي. طيب هنبدا بسم الله. عندي كوبايتين من جوز الهند، عندي كوبايه من اللبن، عندي كوبايه سكر وتقدروا تقللوه عن كده وتقدروا تستخدموا كمان العسل. انا بحاول اقنن لان الوصفه دي ساعات بتتعمل بالحليب المكثف المحلى. طيب عندي كمان معلقتين من الزبده وده علشان تدي طعم جميل زي اللي احنا بنشتريها ان شاء الله من بره. طيب هعملها بمكونات اقتصاديه في البيت، مش عايزه اكلف حضراتكم بحاجه مش موجوده. هاخد الاول كده معلقتين زبده، هي بسيطه وسهله قوي بسم الله. اهم حاجه ما تسخنوش النار قوي، انا مش عايزه جوز الهند ده ايه يتحمر زياده يعني. وهبدا كده انزل شويه جوز الهند دول، مش عايزه اعمل حبه كتير عشان يستوي معايا على طول، يعني انا مش هغير لونه، انا عايزاه يفضل ابيض، فانا مهديه النار. معلش خليني اغير السباتولا دي، ناعمه قوي طريه قوي وانا عايزه واحده ناشفه. ايوه كده ماشي حبيبي، كل واحد بيقول رقم. بصوا كده ماشي يا نور، عينيا انتي والله انا واثقه فيكم كلكم والله. بصوا كده هنبدا ايه ندوب ريحه الجوز الهند على النار. بصوا النار هاديه متوسطه يعني، هبدا بقى اعمل كده الريحه تجنن. وبعدين جوز هند حلو برده مفيد جدا، ليه فوائد كتير جدا. وطبعا هنبدا نعمل لهم برده حاجات ان شاء الله ياخدوها، الحاجات اللي بتبقى محشيه بالشوكولاتات والمعجنات الصحيه. بصوا كده عايزه بس كده ايه اديها تبقى قوام. طبعا لو هتستخدموا حليب جوز الهند مش هتحتاجوا كل الخطوه دي، انا الخطوه دي بس عشان هحط لبن وهعملها على النار. تمام، هسخن جوز الهند بشكل كويس مع الزبده كده اهو بس كده حلو. لكن حضراتكم لو هتستخدموا الحليب المكثف المحلى، احنا عملناه قبل كده كذا مره في البرنامج وقلنا لو انتوا عندكم اللبن الباودر، كوبايه لبن باودر، كوبايه سكر باودر، عندي نص كوبايه من الميه المغليه من الكتل ومعلقه زبده واحده او مكعب زبده واحد، اضربوهم في الخلاط يطلع لكم احلى حليب مكثف محلى. لازم يقعد في الثلاجه عشان يدي القوام التقيل، ما تستخدموش على طول، لازم يقعد يسقع في برطمان ازاز معق كده. تعالوا بقى نتكلم على فوائد جوز الهند شويه. عايزه اقول لكم فيه احماض دهنيه جدا بتقوي المناعه، بيحسن صحه البشره جدا والشعر وبيفتح البشره، بيمنع التقصف والهيشان بسم الله والتساقط وبيلمع الشعر. عايزه اقول لكم فيه نسبه بوتاسيوم بتحمي السيده الحامل من ارتفاع ضغط الدم. بصوا بقى بصوا الجمال، هنقلب بقى تقليبه حلوه كده عشان يبقى زي العجينه، انا عايزاه عجينه، هشكله بقى وايه ونكوره ونغلفه بالشوكولاته، شوكولاته خام طعمها يكون حلو. وعملنا كذا صوص للشوكولاته اهو، وهنا هضيف شويه السكر، انا مش عايزه ازود سكر كتير، هزود شويه نص كوبايه مثلا حلوه كده. وهقلب الخليط ده بقى على النار، شوف انا بحافظ كل ده على لون ان الجوز الهند ما يغيرش لونه ولا يحمر ولا ياخد لون ولا حاجه، انا عايزاه يفضل كده، تفضل جواها ابيض لحد ما تبقى عجينه حلوه كده، تستوي كويس وتبقى عجينه حلوه. والسوائل دي تنشف دلوقتي، اللبن اللي انا اضافته ده تحسوه مش لازق كده يعني ايه، نشف شويه في الطاسه. خلاص وبعدين هبدا اكورها، سقعوها بقى لان هي لازم تسقع شويه، ما ينفعش تستخدموها سخنه على طول، تسقع بس شويه وتكوروها بقى بمعلقه، تاخدوا نفس المقاس للمعلقه دي وتشكلوا بنفس المقاس عشان يطلع كل احجام الكور قد بعض. بصوا كده اهي. وبعدين هنسيح شوكولاته عاديه جدا زي اللي سيحناها قبل كده على البخار. البخار بنكسر الشوكولاته او بنجرشها او بنقطعها بالسكينه او بنبشرها ونحطها في بوله على النار. اخر حاجه بنضيفها لها بس معلقه زيت صغيره من معلقه الشاي. شكرا جزيلا، تدي لمعه حلوه للشوكولاته. وتعالوا بقى غلفوها بالشوكولاته بيضه، شوكولاته دارك،
هتبقى جميله جدا. عايزين بقى تحطوا للشوكولاته دي او الصوص ده مثلا شويه سوداني مجروشين محمصين خفيف قوي، فتدي شكل السنيكرز كده من فوق. عايزين تحطوا مكسرات مفيش مشكله، عايزينها ساده ونعملها زي ما احنا عاملينها كده هتبقى رائعه. بصوا كده انا بس زودت هنا شويه عشان انا عايزاها ايه تبدا بقى تلم معايا على النار الهاديه دي، لما تبقى ايه خلاص قطعه عجينه متماسكه كده حلوه اقدر اشكلها كور. بصوا كده اهي شايفين تبدا تسخن. هاخد بقى بوله جنبي اطلع فيها، وزي ما قلت لحضراتكم من الحاجات الجميله طعمها حلو قوي. نقوا بقى طعم شوكولاته كمان حضراتكم تشتروه يكون من محلات مستلزمات الحلواني او من السوبر ماركت، يكون طعمها حلو، ويفضل الدارك اللي فيها نسبه 70% كاكاو عشان يبقى فيه استفاده منها قوي تبقى طعمها حلو. في ناس بتميل للشوكولاته اللي باللبن، ممكن انا اقول لكم طعام، ولو عندكم اللي هي الشوكولاته القابله للده حطوا معلقه واحده منها على الشوكولاته الدارك دي، يعني تديهم التست الحلو اللي هما بيحبوه. اهي بصوا بقى حاجات شيك قوي وجميله في البيت وبتتعمل في البيت، حاجات بيتي وجوز هند طبيعي اهو. عايزه بقى ده كله يتبخر، بدات اسخن النار شويه عشان ايه تبخر معايا شوية دول. لو حضراتكم استخدمتوا الحليب المكثف هتحطوه دايركت على الجوز الهند على النار، وهياخد تقلبتين وشكرا، لانه قوامه هيبقى لزج فهيتماسك على طول. لكن هنا انا حاطه لبن سائل مع سكر مع معلقه الزبده عشان تدي الايه نفس الفكره بس بحاجات في البيت موجوده اهو. شايفين ازاي؟ تمام. انا الكورنية عندي ولا بره؟ طيب بصوا كده يا سلام. عايزه حضراتكم بقى تقولوا لنا من خلال البرنامج انتوا عاوزين ايه، حاجات معينه لو انتوا حابين وصفات معينه قولوا لنا عليها. احنا ان شاء الله الاسبوع ده فيه معجنات حلوه محببه للولاد، الميني بيتزا والباتيه ووصفات خاصه كمان بالافران بنحب الولاد ياخدوها للفطار الصبح هنعملها مع بعض، غير بقى المقرمشات اللي بيحبوا يتسلوا فيها زي السناكس والحاجات دي بتاعت الافران هنعملها برده مع بعض علشان حضراتكم ايه تبقوا عملت لهم كل اللي هم عاوزينه. الحاجات دي بتبقى موفرة في البيت ومش مكلفة وبتدي كمية كبيرة حلوة يعني استفادة منها. بصوا بقى ده تمام. ايوه النار كده بصوا بدأت بقى خلاص تشتغل اهي. انا بقى ايه عديت المرحله الخطر اللي فيها خفت مع الزبده مع الجوز الهند انه يتلون، والحمد لله كده تمام. بدات بقى السوائل خلاص تتشرب اهي في الحراره، والسكر بدا يدوب تماما لان انا حاطه سكر عادي مش سكر بودره ولا حاجه. شايفين ازاي؟ طبعا النهارده بقى عايزه اقول لحضراتكم بقى هنبدا هنا نعمل بقى كور كده حلوه. طبعا الخليط ده لازم يسقع، ما ينفعش تستخدموه سخن. سنه كمان ايوه الريحه تجنن. اصلا انا بحب جوز الهند بحبه في كل حاجه اكله كده صريح، لكن داخل في شويه حاجات كده مع بعضيهم ما لا، يبقى ليه شخصيه مستقله احسن، زي الشكلمه زي الجوز الهند اللي بناكلها في حلاوه المولد. وطبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، احنا قربنا ان شاء الله ونعمل حلويات المولد اللي انتوا عاوزينها. بصوا بقى هناخد كده كده لازم تبرد شويه، لما تمسك لازم تبرد تماما، وبعدين ابدا في تشكيلها كور واغطيها بالشوكولاته. حاول كده البس الجلوفز. شكله بقى بمعلقه يكون السايز بتاعها واحد، يعني انا لو عندي معلقه كبيره هشكل بيها الكوره تبقى على قد المعلقه دي كلهم قد بعض، دي اول حاجه. بس عشان هي سخنه قوي مش هقدر اشتغل بيها سخنه جدا، فهتتعمل بقى كور كده حلوه. يعني بصوا اول ما هتبرد وتسقع كمان هتتماسك قوي، هي كده كمان لسه طريه عشان لسه سخنه جدا. هنعمل بقى كور كده حجم واحد، لازم
لازم تسقع، هي سخنة جدا جدا. هنعمل الكور دي وننزلها في صوص الشوكولاتة زي ما عملنا قبل كده. طلعوها على ورقة زبدة، سيبوها لما تنشف في التلاجة في 10 دقايق ربع ساعة هتكون شدت والشوكولاتة دي عملت جمدت وبقت تمام. ناخدها نحطها في قوالب الكب كيكس زي ما حضراتكم شايفين. احنا قبل كده فاكرين عملنا كرات الطاقة ونزلنا منها في الشوكولاتة وعملنا صوص الشوكولاتة مع بعض وعملنا طريقتين لصوص الشوكولاتة السهل. حضراتكم تقدروا ترجعوا للحلقات في أي وقت، هتتبسطوا بيها قوي. في ألوان خاصة بالشوكولاتة البيضة، ما ينفعش نستخدم ألوان الجل ولا الألوان السائلة في الشوكولاتة بالذات البيضة، ليها ألوان خاصة بيها موجودة في محلات مستحضرات الحلواني. حضراتكم تقدروا تجيبوها وتخلوها عندكم للشوكولاتة البيضة في أي وقت عايزين تلونوا الشوكولاتة البيضة ألوان زي ما احنا عاملين الأحمر والحاجات الحلوة دي تقدروا. لكن الشوكولاتة الدارك دي شوكولاتة عادية متسيحة، ودي الفراخ المقرمشة أو الدبابيس المقرمشة اللي عملناها في البيت النهاردة بوصفة جميلة، استخدمنا فيها الزبادي او اللبن الرايب، وعملنا كمان الارز الريزو بطريقه بسيطه وحلوه بالصوصات الجميله اللي احنا متعارف بنحب ناكلها من بره. عملنا سلطه الكولسلو، اتمنى يا رب برده تنول اعجاب حضراتكم. تنسوا شويه اللبن اللي في الاخر دول بيفرقوا قوي مع الوصفه دي. ولما بتسقع كده بتلاقوه الكرنب كمان بدا كده يسقع ويدي شويه الميه دول مع اللبن مع معلقه العسل اللي حطيناها والزبادي مع المايونيز، هتلاقوا كده الدنيا بقت جميله قوي، تاكلوا حاجه صحيه وهيلثي في البيت ان شاء الله. اتمنى يا رب ان الوصفات تنول اعجابكم، قولوا لنا لو ليكم اي طلب في اي حاجه من العين دي والعين دي. بشكر كل اصدقائي طبعا اللي اتصلوا بيا النهارده وتواصلوا معايا من خلال مهارات عظيمه، شكرا لحضراتكم وتحيه وحب وتقدير كل من يشاهدني من خلال قناه الأهل.